نحن في المبادرة الطلابية المناهضة للاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة ضمن هذا اليوم العالمي للطلاب الجامعات في العالم، وننظم هذا النشاط اليوم تضامنا مع إخوتنا في غزة، وأننا نقول بصوت واحد وكل طلاب العالم يقول بصوت للعالم أجمع كفاكم صدسا عما يحدث في غزة، أنقذوا غزة. وإننا نقول لحكامنا العرب وللأنظمة ولكل أنظمة العالم أن ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية بحتة، يجب عليكم أن تقفوا ضدها، أن تقفوا ضد هذا الكيان الغاصب الذي يقتل ويدمر في غزة بدون حسيب ولا رقيب. نحن نقول أن الطلاب وراء القضية، الطلاب في موريتانيا وراء القضية الفلسطينية وسيظلون وراءها بإذن الله تبارك وتعالى، وأن معركة التحرير بدأت بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الحركة الاحتجاجية اليوم تم دعوة لهم من طرف الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا والمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وعديد من المنظمات الطلابية، تم دعوة لجميع طلاب موريتانيا في مختلف المؤسسات الجامعية. دعونا في الاتحاد الوطني بشكل خاص جميع طلابنا وجميع فروعنا وأقسامنا في الداخل على مستوى جامعة نواكشوط العصرية والمؤسسات الموجودة في العاصمة نواكشوط، وعلى مستوى أيضا مؤسسات الفروع الموجودة في الداخل جامعة العيون والمحرة الشنقيطية والمعهد العالمي للغات والترجمة والترجمة الفورية، وأيضا معهد العالي للتعليم التكنولوجي بروسو. يعني جميع المؤسسات الجامعية تم دعوتهم لوقفات متزامنة فيها على مستوى جامعة نواكشوط. كانت هناك نقطة مركزية هي حيث نحن نتواجد هنا اليوم، وفي الداخل ستكون هناك في كل مؤسسة جامعية احتجاجات لوحدها. هذا الحراك الاحتجاجي اليوم هو سلسلة متواصلة من حراك الاحتجاج التي بدأناه مباشرة مع انطلاق معركة طوفان الأقصى المجيدة، وها نحن اليوم نواصل في سبيل النصرة، في سبيل الدعم، كل أشكال الدعم، سواء كان ما يتعلق بجمع تبرعات لصالح المجاهدين في غزة، وأيضا سواء فيما يتعلق بالحركات الاحتجاجية. كما ترون اليوم هذا الحراك اليوم مختلف نتيجة لتزامنه مع حراك عالمي للنصرة القضية الفلسطينية في جامعات عالمية، وأيضا لكونه يأتي فترة امتحانات رمضان، امتحانات والاختبارات متواصلة، إلا أن طلاب موريتانيا أبوا إلى أن يتشاركوا مع زملائهم في هذه اللحظة الفارقة من التلاحم العالمي في سبيل نصرة القضية، قضية الأقصى، قضية المسرى، قضية غزة. وبإذن الله تعالى مواصلون ومستمرون حتى تنتصر المقاومة وحتى تنتصر غزة على القوى الصهيونية كلها. هي طبعا وقف دعات لها المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العاجلة، واستجابت لها الحمد لله جل النقابات الطلابية وروابط نقابية، تقبل الله منهم إن شاء الله، والحمد لله كان توعية ووعي الحمد لله للطلبة في المؤسسات التعليم العالي. وطبعا شاركونا جزاهم الله خيرا مؤسسة رابطة طلاب مركز تكوين العلماء جزاهم الله خيرا، وراجعين عن هذه الهبة تعود دائمة مستمرة ما دام فم من القتل والإجرام بحق أخوتنا في غزة، وداعين أن الجهود تتكثف وتعود أكثر إن شاء الله، تقبل منهم إن شاء الله، وأن الناس توعى وتعرف عن القضية الفلسطينية. مع الأسف الشديد عانت الفترة الماضية من شبه ركود، وراجعين عنها إن شاء الله توعى الناس وتعود طليعة مساهمة إن شاء الله في عون إخوتنا إن شاء الله، والاتفاق حول المقاومة في فلسطين إن شاء الله. طلاب المدرسة الوطنية للعلوم العلوم الصحة جينا اليوم نحضر الإضراب العالمي تنديدا لما يحصل لإخوتنا في غزة وفي فلسطين، والإضراب ما اخترنا نعودهم التاليين فيه، ضحينا بوقتنا وضحينا بكراتنا رغم العقوبات اللي تخلق وراي المؤسسة. ما وخلت بيان رسمي لنا ما في قراية غير طلاب نظموا ذي الإضراب وقالوا لا يشاركوا فيه وبقوة، ومضحين بالوقت ومضحين بالدروس ومضحين بالاختبارات من أجل فلسطين، ودور تموا يشاركوا فيه يسوى العقوبات اللي تشن هي بلي القضية، قضية الطلاب وقضية الناس كاملة، ما يلا حد أي مسلم ولا يتوخر عنها، دارها لعاتقه، والحرية الحرية للحماس، والحرية الحرية لفلسطين.